ليس لأجل المؤتمر فقط، بل من أجل الوطن، من أجل تجسيد صور الثبات والصمود والتلاحم والإباء والتضحية والفداء في مواجهة تحالف الشر السعودي على اليمن أرضا وإنسانا ومقدرات. لكل هذا وبكل هذا ستهتف الجماهير الملايينية في ميدان السبعين والساحات والميادين التي ستشهد الخميس المناسبة الكبرى في ذكرى تأسيس حزب الوطن، المؤتمر الشعبي العام. رفع آيات التهاني والتبريكات لفخامة الزعيم علي عبد الله صالح بمناسبة التأسيس 35 للمؤتمر الشعبي العام، تهديها رئيسة فرع من المؤتمر الشعبي العام للمعهد الوطني للعلوم الإدارية مع شباب وشابات المؤتمر، الذي أقسموا أن يوصلوا إلى ميدان السبعين مسترجلين، وهم أمامكم والسبعين يجمعنا. تحيا الجمهورية اليمنية. أهازيج وطبول وسعادة ارتسمت على محيا كل من جابوا العاصمة مترجلين من بوابة المعهد الوطني للعلوم الإدارية، محاولين حجز أماكنهم في ميدان الصمود والتحدي. هي رسالة في الأول والأخير موجهة للعدوان ولأقزام العمالة والخيانة والارتزاق. إننا شعب يمني صامد، نسعى إلى السلام ونحن ضد العدوان. نحن شباب نريد أن نعيش في سلم وسلام، في ديمقراطية، في بلد يعم بالأمن والأمان والاستقرار. جاءوا ملبيين وباسم المؤتمر الشعبي العام يبعثون برسائل كثيرة، لكن أبرزها لن نستسلم ولن نخضع للسعودية أو الإمارات أو إيران. هكذا ستهتف الحشود الجماهيرية التي قدمت من كل حدب وصوب، ستفضح بصوت الحق تحت راية الوطن والوحدة. الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ما هو احتفال بيوم الذكرى، هو الاحتفال بمراحل الذكرى وبما حققته المراحل الذكرى في المجال التعليم، في مجال الخدمات، في المجال الاجتماعي، في المجال الثقافي، بين المؤسسة العسكرية والأمنية. فهذه مناسبة ما هي مناسبة المؤتمر فقط، هي مناسبة لكل اليمنيين، لأن المؤتمر الشعبي العام حمل على عاتقه الاعتدال والوسطية، حمل على عاتقه مبدأ التداول السلمي للسلطة، حمل على عاتقه بناء الشباب من حيث التعليم. نداء الوطن ستلبيه كل أطياف وفئات الشعب اليمني من المحافظات كافة، لتعلن لكل العالم أن اليمن عصية على الغزاة والمحتلين، مهما صم المجتمع الدولي أذنيه تجاه ما تتعرض له أرض الإيمان والحكمة. سامي الحجري، اليمن اليوم. هذا وتواصل الحشود الملايينية التدفق إلى ميدان السبعين من مختلف قرى ومديريات محافظات الجمهورية للمشاركة في المهرجان الملايني احتفاء بالذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، واستجابة لدعوة القائد المؤسس الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. باعتزاز وفخر وطني وهامات شامخة لا تنحني، جاءوا من محافظة المحويت بقوة وبأس، أتوا حبا لليمن وبقلوب تنبض للوطن، على متن ما يقارب 3000 سيارة كدفعة أولى من مديريات مختلفة قديمة فرسان المؤتمر، متجهين صوب ميدان العزة والصمود، ميدان الأحرار، ميدان الجمهورية، ميدان السبعين. وجينا نبتسم ونشارككم في فرحكم وعيدنا جميعا، عيد المؤتمر الشعبي العام في ساحة اليمن، ساحة الوطن، ساحة السبعين، ساحة الثوار. 3000 سيارة وصلت والباقي جاي إن شاء الله الليلة. محويت هذه السيولة الجماهيرية وهذه الحشود العظيمة أتت لإحياء هذه الذكرى رغم كل المعوقات، رغم كل الصعوبات التي قد تقف، لكنها إنها سلاليم يتسلق عليها هؤلاء المؤتمريون للوصول إلى العاصمة صنعاء. المؤتمريون الذين قدموا إلى العاصمة صنعاء من كل عزل وقرى ومناطق المحويت لم يأتوا لمصلحة شخصية أو فئوية، إنما جاءوا من أجل أهداف ومضامين وطنية خالصة. جاءوا ليقولوا أننا هنا صامدون وعن وطننا مدافعون. نحن أبناء محافظة المحويت جينا اليوم لنلبي نداء الواجب، نداء المؤتمر الشعبي العام بقيادة المناضل المشير علي عبد الله صالح حفظه الله. جينا من محافظة السلام، محافظة الأمن والاستقرار، لنقول للعالم أجمع نحن واقفون ضد العدوان. إلى ميدان السبعين، ميدان الشرفة، من أجل الوطن
ومن أجل المؤتمر الشعبي العام ومن أجل الأحرار. هؤلاء الرجال هم رصيد المؤتمر وقوته، وهم من يدافعون عن الوطن وسيادته. أتوا إلى ميدان السبعين لمبادلة الوفاء لحزب قاد مسيرتهم الوطنية والتنموية في شتى المجالات. جئنا من محافظة المحويت نلبي نداء الشرف والواجب إلى ميدان السبعين، ميدان التحدي، ميدان البطولات. محافظة المحويت جئنا ملبيين دعوة الوطن بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. محافظة المحويت ساكنين صنعاء يرحبوا بكم، وأهلا وسهلا. وميدان السبعين ميدان الحزة وميدان الشموخ وميدان المجد وميدان التاريخ، وعليها نحيا وعليها نموت، وأهلا وسهلا بكم. يبقى المؤتمر وطنا يحتضن الجميع، فهو يعرف أين يقف وكيف يواجه، ولديه قيادات مجربة تلبي تطلعات الجماهير التي تطمح إلى استعادة أمنها واستقرارها ورفع العدوان عن وطنها والدفاع عن قيمها ومبادئها وحريتها. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم، محافظة المحويت. أبناء محافظة إب بمديريتها 21 توجهوا صوب العاصمة صنعاء جماعات وأفواجا. سيل جرار من الرجال قادما من إب يجتاح كل الطرق المؤدية إلى السبعين ليغمره بالوفاء ويعزز الصمود ويعيد بناء لحمة الوطن. نحتفل ونحملها رسالة للعالم يجمع أن الشعب اليمني صامد رغم مؤامرة الأعداء، فلن ينكسر ولن يخضع ولن يركع أبدا. من كل حدب وصوب رجال عاهدوا الله ثم الوطن، يقطعون الفياف والقفار، قادمون من الصحاري والحقول والوديان والهضاب والجبال، يطوون الأرض طيا ويحفرون بأظافرهم اسم الوطن في ذروة الصمود وقمم الأمجاد. ألسنتهم تردد عبارات الوفاء وحب الأرض والوطن، وأرواحهم تعانق التحدي والذود عن الحياض. ونقول للعدوان نحن جاهزون ونحن مستعدون، وسنبذل جميع ما نمتلكه، ولهم سيعملون شيء في اليمن. اليمن دائما مقدرة الغزاة. الملايين من محافظة إب وصلت تلبي الطلب إلى ميدان السبعين هاتفين بالروح بالدم. محافظة إب كغيرها من المحافظات تحرك شبابها ورجالها وأطفالها وشيوخها للمشاركة بذكرى تأسيس المؤتمر لتكتمل اللوحة اليمنية التي رسمت بألوان الوطن وريشة الزعيم الصالح. سمية سحلول، قناة اليمن اليوم، محافظة إب. هذه المرة حشود مؤتمرية ليست مثل سابقاتها، بل طوفان بشري من أبناء محافظة حجة في مواكب متعددة إلى ميدان السبعين، قبلة الوطنيين وقلعة المؤتمريين الحميريين، احتفاء بالذكرى 35 لتأسيس حزبها التنظيمي الرائد وتعزيز الصمود في وجه العدوان. التحرك من مدينة حجة لمختلف القوافل من مختلف المديريات، حشود كبيرة جدا جدا جدا. وفاء لتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام، تهلا وتوجيه زعيمنا وقائدنا الزعيم علي عبد الله صالح. أبناء محافظة حجة يتوجهون كالسيل الأرم إلى ميدان السبعين، ميدان الأحرار، ميدان تهلا الشرف والبطولة، إلى ميدان تهلا الصمود. الحشود الملايينية من محافظة حجة متجهين إلى ميدان الصمود، ميدان التحدي، إلى ميدان الوفاء، لمبادلة الوفاء بالوفاء لتنظيمنا الرائد. ولأنهم وطنيون مؤتمريون، فبكل فخر وشموخ بادل هؤلاء المؤتمريون من أبناء حجة حزبهم التنظيمي الرائد وقيادته الحكيمة الوفاء بالوفاء. أبناء مديرية بني قيس منطلقين لنبادل الوفاء بالوفاء، نبادل الزعيم الرجل الذي أحبه الله ثم أحبه شعبه، الرجل الذي أعطانا الحب والوفاء فبادناه الحب والوفاء. هذا الحكيم اليماني عفاش صقر العرب، رمز الوفاء والتفاني والتضحية والأدب، عفاش حبك ظناني، روحي بحبك ذهب، ربي بحبك بلاني، ملزوم محبه وجب. ولكون المؤتمر الشعبي العام
حزبا وطنيا مدنيا وديمقراطيا تنمويا يهوه الصغار في المهد والشباب في الصبا والكبار حتى اللحد، كونه عمل على بناء دولة اليمن الحديث ما دفع بهؤلاء مواصلة السير في مشوار حزبهم التنظيمي ونهجه الميثاقي في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره. قادمون إلى ميدان الشرف، ميدان الصمود، ميدان الوفاء مع زعيم الأمة بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام اللي هو صمام أمام لهذا البلد ولا بديل لها. لنرسل رسالة للعالم أن الشعب اليمني موجود وصامد ضد العدوان وضد من كل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية. 24 أغسطس سيكون يوم مشهود في حياة اليمنيين يذهل العالم ويمنح درسا جديدا في معنى الوطنية وشرف الانتماء لحزب تنظيمي رائد بحجم أمة اسمه المؤتمر الشعبي العام الذي مثل بقيادته التاريخية الخالدة مصدر فخر وعزة لكل يمني ينتمي له. مصطفى سنان، اليمن اليوم، محافظة حجة. قطعوا المسافات الطويلة وتعبوا مناطق التماس قادمين من محافظة الضالع ومختلف المديريات متوجهين إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في مهرجان التأسيس وتعزيز الصمود للمؤتمر الشعبي العام، مؤكدين استمرارهم في الصمود والتحدي ضد العدوان والعملاء والمرتزقة الذين استباحوا الأرض وقتلوا الأبرياء المدنيين. نعم للأمن، نعم للاستقرار، نعم للمصالحة الوطنية، نعم للشمل لم الشمل بالكامل. اليوم من محافظة الضالع من عدة مديريات ومن محافظة الضالع ومن كل المحافظات والمديريات لحضور الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في هذا اليوم العظيم الذي يترافق فيه أبناء اليمن من جميع المحافظات وأبناء الضالع. اليوم يشاركوا مئات السيارات الوافدة التي وهرت اليوم في وفد واحد للوصول إلى ميدان 70. لقد هدرت الملايين في هذا اليوم إلى العاصمة صنعاء للوصول إلى ميدان 70، ميدان الصمود والتحدي. القيادات التنظيمية لفروع المؤتمر الشعبي العام بمديريات الضالع وأعضاء اللجان الدائمة الفرعية والرئيسية وأعضاء المجالس المحلية وقدموا الحشود بالمئات حاملين هم الوطن رافضين التآمر والتخريب الذي تسعى قوى العدوان والمرتزقة من خلاله للبيع والشراء بدماء اليمنيين. أدعو الجميع دون استثناء إلى مصالحة وطنية شاملة والوقوف وقفة رجل واحد من أجل الوطن وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بقيادة والدي الزعيم علي عبد الله صالح. من أجل اليمن نضحي بدماءنا وأنفسنا وما نملك إن شاء الله. نحيي الجماهير الغفيرة التي حضرت إلى 70 تلبية للزعيم الجايد علي عبد الله صالح. تلبية للزعيم علي عبد الله صالح حفظه الله، وتلبية للمؤتمر، وتلبية للزعيم علي عبد الله صالح، لأن حزب المؤتمر هو حزب العدالة والتنمية والوسطية. التفاؤل والأمل وليعزز الجبهة الداخلية والصمود ضد العدوان. أبناء الضالع جسدوا صمودهم أمام السعودية وتحالفها ورفض مشاريع الانفصال وتقسيم اليمن وفرض الوصاية، مباركين لجماهير الشعب اليمني والزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الاحتفائية الملائمية المعبرة عن شموخ وعزة اليمنيين. لقناة اليمن اليوم، سميرة المسكري. احتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام وتأكيدا على مواصلة الصمود في وجه العدوان، تتوافد الجماهير تلبية لنداء الوطن ودعوة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام. أبناء محافظة البيضاء من مديرياتها المختلفة في طريقهم إلى العاصمة صنعاء للحضور إلى ميدان الصمود ميدان 70 لمشاركة الجماهير المؤتمرية من مختلف محافظات الجمهورية فرحتهم بالذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الرائد صانع المنجزات وملبي الطموحات
والذي يقف إلى جانب الوطن ويحافظ على المقدرات. نحن الآن في طريقنا إلى العاصمة صنعاء، عاصمة الأمم الموحد، وها هما أبناء المحافظة البيضاء قد لبوا دعوة الزعيم المناضل علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى ميدان الصمود، إلى ميدان السبعين لذكرى تأسيس المؤتمر، لنقول للعالم نحن هنا، نحن المؤتمر الذي نفخر به بإنجازاته وبقيادته السياسية بمثلة الزعيم علي عبد الله صالح. نحن الآن في الميدان مع كامل النزول الميداني بالباصات والسيارات، والحمد لله سنكون كما دعانا الزعيم علي عبد الله صالح، ونقول لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي. حشود مؤتمرية توافدت إلى العاصمة صنعاء إحياء لذكرى التأسيس بصورة تعبر عن اعتزازهم بشرف الانتماء لهذا التنظيم. باسم المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء، هؤلاء فرسان المؤتمر الشعبي العام يلبون نداء زعيمهم العربي علي عبد الله صالح الزعيم العربي. كل الشرفاء في محافظة البيضاء من كل مديرياتها متجهون إلى ميدان السبعين لإحياء الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، وذلك استجابة للنداء من قبل فخامة الزعيم علي عبد الله صالح. كلنا مع المؤتمر الشعبي العام بحزب الوطنية والوسطية والوطنية والاعتدال. أبناء محافظة البيضاء متجاوزين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن جراء العدوان واستمرار الحصار، ويجددون العهد للقيادة السياسية والتنظيمية لمواصلة النضال وإفشال رهانات العدوان. عبد العزيز الملجمي، اليمن اليوم، صنعاء. ومن المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء يتواصل توافد المئات من السيارات التي تحمل على متنها آلاف المؤتمرين المشاركين في مهرجان المؤتمر الشعبي العام، الذين سيشاركون إخوانهم هذا الحدث الجماهيري التاريخي غير المسبوق في مهرجان الصمود والتحدي بميدان السبعين. الحشود المتدفقة من المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء تشمل المواطنين من محافظات دمار وإب والضالع وتعز ولحج، الذين أكدوا مرارا وتكرارا أنهم سيشاركون بأعداد غفيرة في هذا المهرجان الذي يهم كل اليمنيين الغيورين على بلدهم والمدافعين عنه ضد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها بقيادة السعودية. الجماهير المؤتمرية ستؤكد أيضا أن حزبها كان وسيظل المؤتمر الشعبي العام الذي خلق من تربة هذا الوطن، وسيظل ينافح أعداءه ويدفع عنه كل الشرور والمؤامرات التي تستهدف أمنه واستقراره ووحدته. المؤتمر الشعبي العام ليس له حدود، هم قبائل مديريات حاشد بمحافظة عمران يتقاطرون من جميع القرى والعزل للمشاركة في الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر بميدان الصمود والتحدي. نحن متجهين للمشاركة إن شاء الله غدا في السبعين بإذن الله تعالى لإيصال رسالة إلى العالم: أوقفوا الحرب على اليمن ولا للتدخلات في شؤون اليمن. نحن موجودين واحتفالنا لإيصال رسالة إننا فلا نريد الحرب وضد التدخل في اليمن، هذا أهم ما دخلنا سبعين. وهذه رسالة للخارج بأن الشعب اليمني شعب واحد ولحمة واحدة وصف واحد للوقوف ضد العدوان، وإن هذا الحشد ليس ضد أحد وإنما هو في مواجهة العدوان. نحن نستقبل الجماهير المؤتمر الشعبي العام من جميع مديريات حاشد المتوافدين إلى ميدان الصمود، ميدان السبعين، ميدان الرجولة، ميدان الشجاعة، ليثبتوا للعالم بأن الشعب اليمني صامدون وسوف يقومون بدعم الجبهات بالمال والرجال في كل الجبهات ضد العدوان. نقول للأعداء: نحن صامدون، نحن جاهزون للفداء عن وطننا وعن حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام. كغيرها من القبائل اليمنية، تأكدت الجماهير المؤتمرية في مديريات خارف وذيبين وخمر وبني سريم وحوث والعشة والقفلة وسوير وحبور ظليمة وشهارة والمدان بأهمية المشاركة بذكرى تأسيس المؤتمر التي تمثل صمودا وتحديا للعدوان والمؤامرات المحتقة بالشعب اليمني. رسالة لدول الحلف ان الشعب اليمني لا يزال ثابت وقائم وصامد ولن يستسلم
مهما ضل أمد الحرب. أعرف المشاركة في الذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي يعبر عن تلاحم الشعب وضد العدوان الذي يقوم به أعداء الوطن. تلبية لرمز الوطن المشير علي عبد الله الصالح، نحن قادمين من مدينة بني سليم وخمر. قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام أكدوا استمرارهم في رفض الجبهات بالمال والرجال حتى تحرير اليمن من الغزاة والمرتزقة وتحقيق النصر للشعب اليمني، مؤكدين وقوفهم في وجه كل من يسعى إلى تمزيق وحدة الصف الوطني. من محافظة عمران، أحمد العثربي، اليمن اليوم.